صباح النور، صباح الورد، صباح التحية العطرة. وقبل ما نبدأ غادي نصليو على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما. أحلى كلام نبدأ به كلامي لكم في هذه الذكرى العظيمة اللي عظمها الله واللي احنا كنحتفلوا بها كمسلمين. تنتمنى لكم أنكم تكونوا في أحسن الأحوال، تنتمنى أنها دوم الطمأنينة والسلام، ويا ربي وقف عنا هذا الوباء، ويا ربي تكون أيامنا كلها أفراح وأعياد. كنتمنى لجميع المسلمين في جميع بقاع العالم الأمن والأمان والطمأنينة. شكرا لمتتبعين قناة المتواضعة ديالي، أحبكم في الله، أحبكم محبة ملء القلب. فعلا فعلا يا أغلى ناس، يا أغلى ناس، أحبكم في الله، يخليكم لي لله يحفظكم. وشكرا لكم على تعليقكم الزوينة، شكرا لكم على أي حاجة، أي كلمة. كل من كلف نفسه ودخل البيت ديالو اللي سنعتبره بيت ديالو، شكرا لك ملء القلب. اليوم جيت باش نقول لكم ذكرى مولد نبوي شريف، فين عاد علينا إن شاء الله بالأمن والطمأنينة والسلام، وإن شاء الله يوقف ربي هذا الوباء. أحبكم في الله، في أمان الله. أسقينا بالمدد يا
حبيب الله. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد.